السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة أسماء المحامي ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت مادة اللغة الإنجليزية الصف الخامس، تاريخ اليوم الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021. درسنا اليوم هو الجزء الثاني من الباست سيمبل. أوكي، تذكرتوا الباست سيمبل اللي حكينا فيه نحن شو راح نضيف للفعل لنعمله ماضي؟ راح نشوف الباست سيمبل الجزء الأول، رح نعمل ريفيو مراجعة سريعة للجزء الأول. We talked about last lesson about past simple tense، حكينا بالدرس الماضي عن past simple tense. Let's remember the rule، تعال نتذكر مع بعض شو كانت القاعدة. We add ed to the verb، بنضيف نحن ed للفعل حتى نعمله ماضي، وبنسميه هدول الأفعال اللي بياخذوا ed regular verb، أي أفعال نظامية. كمان حكينا بالدرس الماضي والواي تنقلب لا I لما بيكون عندي consonant letter، ال I إذا قبلها حرف ساكن تنقلب لا ال Y. حكينا كمان عن evidence، عن الدلائل يلي بخلوني حط الزمن بالماضي. ال evidence هني yesterday, last night, last week, last month, last year, years ago, 2005, 2002. ال evidence هني البارحة، الليلة الماضية، last week الأسبوع الماضي، last month الشهر الماضي، last year السنة الماضية، years ago منذ عدة سنوات، بعام 2005 2002 2010 إلى آخره. أوكي، هذا الحكي حكيناه بالدرس الماضي، بنحط ed بنسميه regular verb أفعال نظامية، والy بتتحول لi وبنحط ied والevidence. أوكي، كمان تعلمنا negative كيف نحن بنعمل نفي، وتعلمنا question وقلنا إنه نحن بالنفي بنحط didn't, did not أو didn't negative، وبنعمل النفي ب did not، وبتجي did not between subject and verb. وين بنحط did not؟ بين الفعل والفعل، between subject and verb. question نستخدم did وبنحطها ببداية الجملة. وحكينا ملاحظة، لما نحن رح نستخدم did و did not الفعل بيرجع للبيس فورب، يعني الفعل بيكون ماضي، لما بيصير عندي did بيضل بيرجع الفعل مثل ما كان، يعني رح نشخط ال اي دي. اوكي، اما اليوم درسنا بيحكي عن irregular verbs، يعني الافعال يلي ما بتاخذ اي دي، الافعال هي ماضي بس ما بتاخذ اي دي. هدول الافعال بدهم حفظ، ما لهم قاعده، ما لهم قاعده ابدا، هدول الافعال بدنا نحفظهم، اسمهم irregular verbs، الافعال غير النظاميه، ما بياخذوا اي دي، هن صح ماضي بس ما فينا نضيف نحن اي دي. اوكي، irregular verbs، الافعال غير النظاميه، عندنا الحاضر وعندنا الباست هون، present and past. be اللي هو فعل الكون، am is are، بالماضي بصير was were، was بتجي مع ال I، she he it، were you we they، was تاخد I she he it، were you we they. become became ال O صارت A، become became يصبح، began begin began الاي صارت A يبدأ، break بروك يكسر، bring brought بتصير brought، brought بالماضي يجلب أو يحضر، build built يبدي، buy bought بالماضي إذا بدي أحكي على شغلي اشتريتها، buy bought يشتري واشترى، bought اشترى من زمان، buy بتصير bought، come came يأتي. أوكي، دول أول تسع أفعال رح ندرسهم بالماضي، هدول الأفعال بيتغيروا، أنا ما فيني أشوف become حولها لماضي أحط لها اي دي، غلط، become بتصير became، begin began، break broke، كمان ما فيني أحط لها break اي دي، بتصير broke بالماضي، هدول الأفعال لما لهم قاعدة معينة، مشان هيك نحن سميناهم irregular verbs، أفعال غير نظامية، بدهم حفظ، هذا الباست بده حفظ. أوكي، رح نكمل، do و does بيصيروا بالماضي did، drink drank شرب أو يشرب، drive drove يقود، eat ate يأكل، fall feel بيوقع، feel felt يشعر، find يجد، found وجد بالماضي، fly يطير،
سلو طارة. get got. get يحصل، يحصل على شيء. got حصل. got بالماضي. شايفين شو صارت الاي؟ صارت او، صارت got بالماضي. ما ضفنا اي دي. حتى هون مثلا find ما حطينا لا اي دي، finded غلط، بتصير found. هدول الافعال بالماضي بدنا نحفظهم، ما عندنا حل غير انه نحفظهم وبس، ما له قاعده معينه. do و does بتصير did. drink كمان drank. drive صارت drove. اوكي، هدول الافعال بدهم حفظ. رح نكمل. انا جبت مجموعه افعال اللي نحن رح يمرق معنا بهاي السنه بس، وهي الافعال irregular verbs. هي عندنا كثير افعال غير نظاميه، انا اخذت بس جزء منهم رح نحفظهم نحن بهذا بالصف الخامس. give gave يعطي، gave اعطى. go يذهب بتصير بالماضي went. grow ينمو، grow الاو صارت اي. have و has اثنيناتهم have و has تبعت المفرد والجمع بتصير had، يملك ملكة. leave left يغادر وغادرة. lose lost يخسر وخسرة. make يصنع بتصير made صنع. run rain ركض ويركض. كمان هدول الأفعال ما لهم قاعدة بدنا نحن كمان نحفظهم. اوكي، sell sell sold يبيع وباع. send sent يرسل. sing sang يغني وغنى. sleep slept نام وينام. speak spoke تحدث ويتحدث. stand بيوقف. stood وقف مبارح. swim swam يسبح سبحة. take يأخذ. talk أخذ. tell told يخبر. هاي الجهة الثانية هي past، هي الماضي. اوكي، نكمل بالافعال. think thought. think thought يفكر فكر. wake walk يستيقظ. win won يربح. write wrote يكتب كتب. meet met يقابل او قابل. say said يقول او قال. see saw يرى، يرى او saw راى. اوكي، قبل ما نوصل للاكسرسايز الافعال هدول رح نرقمهم، بيطلع تقريبا معنا 50 فعل، تقريبا 50 فعل. بنرسم جدول مثل ما انا راسمه وبينكتبوا على الدفتر. يعني نحن رح نبلش كتابه من هون. اوكي، نرسم جدول وبنكتب، بنحط present past وبنكتب الفعل بالحاضر وشو بيتحول بالماضي. بنرسم جدول وبنكتب كل الأفعال. اوكي، تقريبا 50 فعل بدهم كتابة وبدهم حفظ. اوكي، هلا exercise. put the verbs in practice into past Past simple tense. رح نحط الأفعال اللي بين قوسين، هاي الأفعال رح نحولها لماضي. هدول الأفعال have و meet و make و break و see هن الأفعال regular أو irregular verbs. هن أفعال نظاميين ولا ما نظاميين. we space have a lot of fun at birthday at your birthday party yesterday. بنشوف ال have شو بتصير بالماضي. رح حل أنا أول وحدة. وي نحن اخذنا الهاب انه هو فعل غير نظامي. شو بصير؟ we had a lot of fun at your birthday party yesterday. يعني نحن كان عندنا وقت كثير مضحك بحفله عيد ميلادك البارحه. I كمان ميت بنشوف شو بتصير بالماضي. make كمان بنشوف شو بتصير بالماضي. وبريك وسي بنحل هذا التمرين وبتبعتوا لي اياه نشوف شو عنا. اوكي، الاجنده تبعتنا copy the lesson يعني اكتبوا الدرس. نحن قلت لكم بتبلشوا كتابي من عند الجداول، بترسموا جدول على الدفتر وبتكتبوا past و present. اوكي، بنحفظ الدرس، بنحفظ الافعال كثير منيح. memorize the lesson، بنحفظ الافعال. do the exercise وبنعمل الاكسرسايز الاخير.